وكيف لا نتذكرهما في موقعة المطار؟ وموقعة المطار امتداد ممتد للطفوف التي أصابت شهداء الأمة، حتى كأنما أصابهما طف حديث تلا الطف القديم. كان سليماني والمهندس رحمهم الله رفيقي إخاء وشميري دعاء، أما أحدهما فقاتل من أجل العراق، وأما الآخر فناصره في القتال من أجل العراق، وأما من استشهد معهما فمغدورين مثنى وثلاثة ورباع في ذاتهم وصفاتهم. استشهاد الشهيدين في المطار على يد الغادرين الأمريكان والصهاينة والرئيس الأمريكي المجنون الفاسد هو أساس ضمن أسس تبنى في أرض العراق ليتذكر تاريخ العراق أن هنالك أخوين قائدين بطلين عاشا سويا يرفضان الظلم والإرهاب.